فكرة التمويل الجماعي يعني كراود فاندنج، وهي بتعتمد على ان الجمهور بيفند او بيدعم المشاريع بنفسه، بدل ما يبقى مستثمر واحد الجمهور لو هو عاجبه فكره المشروع بيدعمها. كل الناس اللي عندها افكار مشاريع عايزه تنفذها ومعهاش راس المال، ان هي تقدر تجمع راس المال عشان تعمل المشروع. فاللي بيحصل عباره عن ايه؟ ان اي حد عنده فكره مشروع، وليكن مثلا انا مشروعي محتاج 100,000 جنيه، 100,000 جنيه بعمل فيديو، والفيديو ده بشرح فيه فكره المشروع واقول انا عايز كام، وفي المقابل بعمل بحط الفيديو ده على الانترنت، والناس لو عجبها فكرة المشروع بتقدر تدعمني من أول مثلاً 10 جنيه لغاية 1,000 جنيه، وفي مقابل كل حاجة كل فلوس بحد بيدهاني أنا بديله حاجة. فاللي بيديني 10 جنيه بديله ميدالية مثلاً، اللي بيديني 100 جنيه بديله تيشيرت، اللي بيديني 1,000 جنيه هعمل له حاجة مخصوصة لي هو. فهم الناس بتاخد مقابل اللي هو ريورد أو مكافأة في مقابل إن هي بتديني الفلوس، وأنا لما بجمع الفلوس بيبقى معايا 100,000 جنيه بنفذ المشروع بتاعي.